انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطاعة. أولا الأرض ديت أرض مصرية، وطبعا إيه اللي بيتكلموا فيه وهي أرض مصرية؟ أنا مش فاهم الحكومة مش لاقي حاجة تعملها، دي أرض مصرية أجي أقول أطعم فيها؟ جزيرتين مصريين وكل واحد وكل قدم فيها مصر وكل دم فيها مصر، ما شفناش سعودي اساسا دخل اساسا الارض دي. احنا بنحب قضاءنا عشان قضاءنا عالي. الحكم هو حكم يجب احترامه لانه صادر من اعلى محكمه اداريه وهي المحكمه الاداريه العليا. لا قرار تاريخي. ليه الجزيرتين؟ الجزيرتين في كلمتين ايه؟ المنبت والهوى. فاهمني؟ مصريتين المنبت والهوى. القضاء المصري قضاء نزيه ويفضل نزيه طول عمره. احنا بنشكر القضاء المصري لانه فعلا هو كده معانا احنا ومع الشعب، وهو راضي احنا راضيين باللي هو قال عليه. دي بلدنا قاعدين فيها وعايشين فيها، مفيش اي اجنبي او اي عربي من بره خارج مصر يجي فيها يقول لك ملك فيها، دي بتاع شعب مصر. هي سعوديه بحته بالمواثيق. بالمواثيق ازاي؟ المواثيق القديمه، ما المفروض يستردوها بتاعتهم. يعني هي مش مصرية. لا مش مصرية. النهاردة بعد هذا الحكم الحقيقة يعتبر حكم تاريخي، ومش عاوزين نصفق نرفع القبعات للقضاء المصري الشامل. أنا مع الحكم إن هي مصرية بس لو نستغلها صح. في دولة القانون لازم نحترم الأحكام القضائية، وده بيؤكد سيادة مصر على الجزيرتين. اللي حصل ده كده يعني مش عايز أقولها إيه، هيقلب الدنيا علينا، وعندنا السعودية هتشبك مع مصر زي ما كان في الاول قالوا، لسه ما كناش خدناها، وقالوا عملوا قطعوا معانا علاقات شويه وزعلوا مننا شويه، فدلوقتي بقت رسمي، بقت مصريه رسمي. طب ولادنا بقى اللي هناك دول هيعملوا معاهم ايه؟ علينا ان احنا نقول للقضاء المصري شكرا. القضاء المصري انت حد عظيم جدا، وانت كيان رائع جدا، ونفتخر النهارده بان احنا مصريين وان احنا عندنا قضاء بقيمه وقامه القضاء المصري. مصر وقضاء مصر اللي جاب لنا حقنا بالدول العربيه، واخد بالك، وشاكرين قضاء مصر عشان جاب لنا صنافير وتلان دي تبع مصر. الحق رجع لاصحابه. الجزيرتين بتوعنا بتوع مصر من جدود 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 الفراعنه، من ايام الفراعنه، والجزيرتين دول بتوعنا.